سطر النساء العربيات في الصفحات المشرقة من تاريخ النضال ضد الظلم والطغيان ملحمة ثورية سيبقى لها الذكر في القادم من الأيام، وأثبتن بنضالهن الفريد واستماتتهن اللامسبوقة مع الرجل جنبا إلى جنب في ساحات النضال أنهن النصف الآخر الذي لا غنى عنه، حتى وإن اقتضى الأمر مواجهة القمع والتنكيل والموت الحتمي. ففي تونس البوعزيزي ومهد الثورة العربية المجيدة خرج النساء عن صمتهن ورفعن الشعارات الثورية المعبرة والتي طالبن فيها رأس الهرم بالرحيل في سابقة من نوعها في تاريخ الأمة العربية، ولم يتوانى نظام بن علي البوليسي في قمعهن والتنكيل بهن وحبسهن. وفي مصر عندما ثار المصريون في كل مدينة من مدن مصر على نظام مبارك الدكتاتوري شمرت النساء عن سواعد الجد ونزلن للشوارع والساحات وصرخن في وجه الاستبداد والظلم، ولم يتقاعسن إلى الصفوف الخلفية أبدا بل قدن المظاهرات وألهبن بذلك حماس الجماهير المصرية القابعة في صمت مديد. وبما أنهن شكن النصف الآخر في المجتمع الثوري فقد نلن حقهن وافرا من القمع الهمجي الذي واجه به الطاغية الثورة. وفي اليمن السعيد كانت المظاهرات النسوية المنظمة تخرج كل جمعة في منظر مهيب يدل على محافظة هذا الشعب الأصيل وإيمانه وحكمته المشهودين، ونالت اليمنيات نصيبهن من القمع والتنكيل والقتل لكنهن صمدن في وجه الاستبداد والقهر. ولم تكن توكل كرمان إلا صورة عاكسة للنضال الأبي الذي قدمته المرأة هناك، حيث أرغمت من خلاله في سابقة من نوعها الغرب على إهدائها أكبر جائزة للسلام لا لشيء إلا لنضالها السلمي ضد الاستبداد والقمع. وفي ليبيا المختار خرجت النساء إلى جنب الشباب الثائر في 17 من فبراير، لكن نظام القذافي الغاشم واجه الثورة السلمية بالسلاح وحولها بمحض إرادته إلى حرب بلا هوادة، فكانت النساء الليبيات تظاهرن في المدن المحررة والمدن المحاصرة على حد السواء، حتى أنهن حملن السلاح دفاعا عن ثورتهن وعن كرامتهن متحديات في ذلك عرف المجتمع المحافظ. ولا شك أنهن نلن حظهن وافرا من تلك الفاتورة الباهظة التي جاءت ثمنا للثورة على القذافي ونظامه، فعانينا الاغتصاب والقتل والتنكيل والتعذيب. والمرأة الموريتانية ضربت هي الأخرى موعدا أكدا لساحات النضال، ولم تتردد يوما في الوقوف ضد الظلم والطغيان الذي ما فجأة يشهده هذا المنكب البرزخي، فوقفت مرارا ضد الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة متوجة ذلك بإفشال الأجندة 1 أغسطس 2008، وطلبت بإعادة الشرعية الدستورية وخرجت ضد الظلم والجوع. فنالت هي الأخرى حظها من غطرسة الأنظمة ما إن خرجت في وجه الاستبداد والظلم، لكنها لا تزال تتلمس الطريق إلى الصمود الحقيقي على غرار ما وصلت إليه نظيراتها العربيات في مصر وتونس وليبيا واليمن. ولكن السؤال الذي يظل مطروحا، متى ستصل المرأة الموريتانية بنضالها حد